الحضاره كنشوفها مزيانه دونك خصنا الامن في البلاد ضروري ضروري خصنا نواجهو سيرتو كاين هذا الربيع العربي وكاين هذا الداعش وهذا الحركات الارهابيه دونك حذر ضروري ولا بد منه دونك المشاركه ديال القوات المسلحه في عمليه حذر ولا بد منها الشيء اللي يمكن نقول لا بالعكس بالعكس الشيء كيحميهم ماشي ما خصوش يخلعهم دونك خصهم الشيء راه كيحميهم ماشي هذا خصهم عادي يحسوا بالطمانينه وهذا يعني كاينه الحمايه في البلاد مزيانه وخصهم يديروا اكثر من هذا الشيء من بعد بقى المواطن مامن وكل شيء وماشي العسكر اللي خصهم يجيبوا اكثر من العسكر لهنا على شي يتخلعوا بالعكس المواطن غيكون حاس بانه مامن على شي يتخلع ما عنده على شي يتخلع لا على ما اللي غيسيري فيه اللي دار شي حاجه راه يسيري فيه ولا ما دار شي حاجه راه عادي انا بالنسبه لي بعدا مزيان فكره مزيانه شوفي شي خطر ارهابي الحمد لله حنا دابا عايشين مزيان ما كاين حتى شي حاجه اللي غير يكون حاضر وصافي هي عمليه عاديه يعني من ناحيه ضمان الامن المواطنين و والوقف للتهديدات ديال اللي كانوا شي تهديدات ولا شي حاجه يكون شي دخول سريع فهمتي صافي هادشي ليك علاش مديور هادشي انت في نظرك ضف ضل التهديدات اللي كاينين على المستوى اللي تيعرفهم المغرب دابا هما دايرين هاد العمليات هادو باش يكون فهمتي كون مثلا اي تدخل سريع فلا كانت شي عمليه ديال تهديد ولا شي حاجه عرفت داعش؟ داعش شكون ما عرفش داعش؟ انت شنو العلاقه بين هادشي وبين داعش؟ ما تكونش شي علاقه ما بين يقدر يكون شي تهديدات من داعش المغرب ولا شي حاجه وهما دايرينهم في لا تهديدات هاد العملية ما كنعرف عليها انا حتى شي حاجة و يعني سمعت ديجا شي حاجة بان راه غادي يديروا شي عسكر شي حاجة في المدن ولكن علاش ولاش تتعلق ما نعرف هادشي اللي عارف كمواطنة التهديد الأمني للمغرب كيمسني كمواطنة كيف بما أن الدولة غتاخذ واحد الموقف من نوس بالنسبة لي حاجة طبيعية كدولة خصها تاخذ احتياطاتها هي اللي عارفه الدوله كدوله راها عندها مؤسسات عندها الجيش ديالها عندها السميتو ديالها دونك من الاحسن انها تاخذ احتياطاتها الا كانت كتشوف انه كيهدد سلامه المواطنين الا كنا مواطنين خصنا نقبلوها انا مشيت شحال مره في الرباط ما خلعتنيش المساله جاتني شما شوكي زعما جاتني جديده ولكن ما خلعتنيش علاش تخلعني حيت الارهاب صب الناس هربوا لكندا وهربوا لامريكان وهربوا لدول اخرى باش ما يعيشوش الارهاب في الدول العربيه وكاين تما دونك الارهاب اللي بارتو العمليه ديال الحضر هي زعما مزيانه بالنسبه للمواطنين تيحسوا بانهم عايشين بالامان والاستقرار هي مزيانه بالنسبه للارهاب بالنسبه لبزاف ديال واحد اصلا حنا مهددين من طرف جهات معينه فهاد الفكره هادي فكره مزيانه و تنتوافق معاهم فيها واش ما كيديرش الخلعه في الشارع لا بالعكس الانسان ما غاديش يخاف الا شاف راسو مامن من طرف الامن ولا من طرف الدرك الملكي ولا القوات المسلحه الملكيه فهذا بالعكس يحسنا حتى حنايا باننا ولينا عايشين في واحد الامن والامان الحمد لله هي مقاربه امنيه جيده من خلالها غادي يحس المواطن المغربي بانه في امان في البلاد ديالو لانه مع التحولات الجيوسياسيه والاوضاع الامنيه في منطقه الشرق الاوسط كيف ما كنعرفوا جميع المغرب عنده موقع جيوستراتيجي مهم هناك خطر متنامي كنظن بان اليا في الوقت ديالها لان من شانها انها تعزز المقاربه الامنيه اللي كاينه من هذه الشحال